قانون ولا هنتهم بانتهاك المواثيق الدوليه والدساتير، خاصه كل دول العالم يعني هتقول لك الحق في الجنسيه لا يمسي، يعني طبعًا ده شعار يرفعونه يعني. بدايه يا استاذ وائل، هتتهم طبعا بانتهاك الحقوق والحريات الاساسيه للافراد داخل الدوله. اولا الميثاق العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنيه عندما اعطى حق يعني مساله الجنسيه للدوله لم يجعله يعني حقا مطلقا، ولكن جعله حقا ينظم مساله الجنسيه للفرد اذا ما اراد ان يتنازل عنها. ولكن الدوله بتحفظ لكافه مواطنيها حق الجنسيه لانه حق اصيل، حق الهي ولد الشخص به، والدوله هنا لا تستطيع سحب الجنسيه وليس منا من الدوله. ده اولا. الامر الاخر مساله ان احنا هنضع هذا القانون عشان خاطر الارهابيين. هل تعلم حضرتك انك انت لو اسقطت الجنسيه المصريه عن اي حد ارهابي ليس لك الحق في محاكمته؟ نهائي. عندما يصبح يحمل هذا الشخص بلا هذه الجنسيه وهو مقيم بالخارج، انت هنا بتحرمني انا كمواطن من حقي في محاكمته. انا كمواطن مصري مقيم على هذه الارض اذا ما قام شخص وبذلك ده يضر قضيه مواجهه الارهاب ولا يفيدها؟ هذا طبعا يضر. يعني هضرب لسعادتك مثل عبد الله جول في تركيا. هل قامت تركيا على سبيل المثال بسحب الجنسيه من المعارضين الخاصين فيها اللي هم بالفعل عملوا انقلاب فيها، محاوله انقلاب في اشيله في 15/7؟ هذا لم يحدث، ما حدثش ليها يا استاذ وائل، لان طالما هو يتمتع بالجنسيه التركيه من حق الدوله ان تطلبه في اي وقت. هنا بقى هاجي ابص بقى حضرتك العباره اللي هم المفروض ان هي سيتم اضافتها، كل شخص يصدر ضد حكم قضائي يعني خاص بايه بقى؟ بالنظام العام او الامن العام. طب الامن العام معروفه، تعالى حضرتك للنظام العام. النظام العام مفهومه اللي هو الصحه والهدوء والامن. يعني اي شخص هيخل، يعني زي ما حضرتك عرضت في فقره من شويه الراجل بتاع الاسعاف ده راجل اخل بامر من امور النظام العام، هل تسقط عنه الجنسيه؟ هذا امر. الامر الاخر في برضه عند سعادتك هنا مرتبط بهذا المفهوم الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي. هل اي شخص يخل بوضع اقتصادي، حد احتكر سلعه او خلافه، من في نهايه الامر يا استاذ وائل هذا يعني هذه الماده اذا ما تمت اضافتها انا ارى انها تخل بالامن العام، لان سعادتك كمواطن وانا كمواطن ونحن جميعا كمواطنين من حقنا القصاص من اي شخص قتل او سرق. ما انا عايز اخد النقطه دي ست، لو بقول لك ده انت كده هتؤذي قضيه مواجهه الارهاب تخدمه يعني. يعني بتقول له لم تعد مصريا وبالتالي لم يعد في امكانك ان تحاكمه يعني. اذا كان هو موجود بره نهاجمه ازاي؟ هو حامل الجنسيه المصريه. هحاكمه وانا هنا؟ هتحاكمه انت هنا والانتربول يجيبه لحضرتك. طب كويس قوي، هو فين؟ فين؟ هو عارفنا هو فين؟ ايا كان سعادتك هو فين؟ هناك مجاش. هناك اتفاقات امنيه بين الدوله، بين مصر كدوله فين؟ وبين العديد من دول أي العالم. اي اتفاقيات فعلت في تسليم المجرمين فين؟ لو كانت الاتفاقيات فعلت كنا جبنا الناس اللي بره اللي بيهاجموا المطلوبين. هم فين؟ هل سعادتك كنا جبنا القرضاوي ولا كنا جبنا بتوع الشارع وبتاع في فرق برادعي ولا غيره ولا غيره؟ في فرق يا فندم هنا، هناك فرق يا استاذ وائل ما بين حريه الرأي والتعبير التي ينظر إليها في الخارج على أنها حرية رأي وتعبير، وبين أعمال إجرامية وإرهابية بالفعل. دلوقتي حضرتك دخلت في مسألة النقد السياسي، هل حضرتك بتتكلم عن النقد السياسي ولا بتتحدث عن لا الإرهاب؟ مش النقد، النقد طب ما احنا قاعدين على الترابيزة وفي نقد وبتتكلم بحريتك والبرنامج بنتكلم تمام. والناس كلها شايفانا النقد ما فيش حاجة عليه. احنا بنتحدث عن الإرهاب، ولكن أنا بتكلم إن هم بيمارسوا أعمال إجرامية. لا لو أعمال إجرامية النهاردة لما يحدث بلبلة تمام ويطلع ويقول حكومة انقلاب تمام ويشتم في الجيش بتاعنا ويشتم في الشرطة بتاعتنا والاقتصاد مهلهل، أنا هنا كمشاهد ويحارب. لما اشوف قناه الشرق ولا مكملين، ان كان هذا الحوار يخل بالسلم والامن عارف تقام ضده دعوه جنائيه. عارف يا سيدي وبعدما تقام ضده دعوه عارف ان دي اقوى من الرصاص. نعم. والله اقوى من الرصاص. الرصاص سهل، الرصاص عشان اتعامل معاه سهل، لكن دي سموم بتخرب عقول هنا. بس انا حاسس لو ان انت منشن على العاملين في قنوات فضائيه خارجيه وامثال كده على سبيل المثال، ما هو كده انا بخشى ان يكون يتم تفصيل القانون لذلك. ما اقصدش يعني. لا ما اقصدش اشخاص معينه، انا بقول عموما، ولكن بتبقى دي على سبيل المثال، لان النهارده اللي بيهاجمونا بره سواء بالتحريض او بس هذه السموم اعمل معاهم ايه؟ انت سعادتك بتحميه يا فندم بهذا القانون. هذا القانون هنا هو دلوقتي بياخد حمايه، بياخد حمايه اولا انه خلاص اعمل اللي انت عايزه في مصر، انت مالكش ماليش علاقه بيك. انا مش مصري، انا سقطت الجنسيه عني. ساعتك هتحاكمني ازاي؟ او هتعاقبني ازاي؟ الا اذا اتحاكم. عارف ان هو صدر ضد حقوق، ما شوف فلسفه التشريع. وهو لو اجنبي قانونا بقى معلش التفسيريه لو اجنبي لو اجنبي مثل امن القوم هنا لو كان في مصر مش بيتحاكم، لو كان داخل مصر
لو لكن لو اجنبي يمثل امن القومي عند سعادتك في الخارج وهو مش مصري هتجيبه ازاي او هتحاكمه ازاي؟ ليس لك الحق في هذه بيصدر ضده قضايا وتخاطب الانتربول ايضا. يا فندم هناك في دوله هو مقيم فيها بتحاكمه وقد تبرئه وقد تبرئه. انا عايز اسالك سؤال نقطه ممكن اسال سؤال اتفضل. الراجل اللي طلع لنا في على الساحه جديد ده كمان اللي طلع لنا من جره ده الهولندي في هولندا في امستردام وعمال شغال على مصر مال ده اهو مش جنسية مصرية تمام. لو النهاردة كدر السلم عندنا واساء الى مصر القانون في موقفه ايه؟ سيادة اللواء ما في حال ان هو يكدر السلم والامن العام طيب. يبقى مصر خلت من المثقفين والسياسيين اللي فيها. مصر فيها يا فندم مثقفين وسياسيين قادرين على رضع اي حاجه تخرب السلم والامن العام. على القانون يعني هنا القانون هنا اتعامل معاه ازاي هذا الهولندي عندك اللي طلع لنا كده وعم اسمه باخ ولا اسمه كده معفن كده مش عارف ايا مكان اسمه ايا مكان اسمه وطالع و و و القانون القانون في تعريفه هو قاعده عامه مجرده لا ترى ما بتشوفش. احنا مش عايزين نقول قانون عشان خاطر الناس بتشتم او خاطر ما ينفعش هذا الكلام. طب هو القانون ليه؟ وبعدين لو عندك القانون عندك الماده 102 من قانون العقوبات الماده 188 من قانون العقوبات عندك وسائل عقاب يعني القانون للرد تمام قانون فلسفه التشريع. انت بالفعل سعادتك عندك قانون عندك المذكره التفسيريه لاي تشريع بنقول ايه الفلسفه لازم يكون مناطه الرادع عشان اخوف الباقيين طبعا اي قانون كده طبعا ما دي معروف بس ده حضرتك موجود عندك قياس حضرتك قياس مع الفارق لا بص يا فندم بص انت عند حضرتك هنا حالات اسقاط الجنسيه تماما في القانون 26 سنه 72 في الماده 16 استاذ وائل في هذه المواد اللي بيشتغل بره في منظمه اجنبيه الدوله المتخوفه منها بتنزله ست شهور لو ما رجعش خلاص بتسقط عنه الجنسيه. احنا مش قلقانين لان انا عباره مطاطه على عباره ست اللي هو عباره مطاطه من يخالف النظام العام. النظام العام هنا زي ما قلت لحضرتك بيمس الصحه بيمس الامن عشان ما نبعدش بس مش النص كده خالص. هطلع بس فاصل وبعدها هنشرك المشاهدين معانا يعني نشوف يعني بقول لا يختلف اثنان على مواجهه الارهاب ومفيش حد بالتاكيد وحق المواطن استاذ وائل ان هو يتحاكم عندي في مصر.